مجلس النواب رفع جلسة اليوم إلى الخميس المقبل بعد أن فشل مرشحا منصبي وزيري الدفاع والداخلية في نيل ثقة أعضاء مجلس النواب. وأوضحت النائبة عن الكتلة الخضراء سوزان بكر أن مرشح منصب وزير الداخلية رياض غريب لم ينل ثقة مجلس النواب لتولي المنصب بعد أن حصل على 117 صوتا، موضحة أن مرشح منصب وزير الدفاع جابر الجابري هو الآخر فشل في نيل ثقة مجلس النواب بحصوله على 115 صوتا. وأشارت النائبة سوزان بكر إلى أن المرشح لنيل منصب وزير السياحة علي لديب أخفق أيضا في نيل ثقة البرلمان، مبينة أن هيئة رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة إلى الخميس المقبل. وعزت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سبب إخفاق الوزراء في نيل الثقة إلى أن الكتل السياسية كانت راغبة في تأجيل التصويت على الوزراء إلى جلسة لاحقة، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصر على أن يتم التصويت في جلسة اليوم. طالبت نساء خانقين المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية بوضع حد للانتهاكات الخطيرة واللا إنسانية التي يرتكبها إرهابي داعش بحق النساء والفتيات في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم. نساء خانقين أكدنا في تصريحات لفضائية كركوك بشاعة الجرائم التي يرتكبها إرهابي داعش بحق النساء والفتيات على حد سواء. طالبت مجموعة من نساء خانقين المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بمحاسبة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، وذلك للجرائم البشعة التي يرتكبها عناصر هذا التنظيم بحق النساء في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، ووضع حد لهذا النوع من المعاملة الوحشية للنساء والفتيات في مناطق الصراع. احنا كنساء نطالب المجتمع الوطني المنظمات الإنسانية بوضع حد لتنظيمات داعش ضد النساء العراقيات كل المناطق، يعني في الموصل، سعدية، جلولة. اما وكو جني خانقين او اشانك داعش كابران برجنمان زور كمان خوشة. نحن نساء مدينة خانقين نعترض وبشدة على الاعمال الهمجية التي يقوم بها عناصر داعش الارهابية بحق النساء، ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالحد من هذه الظاهرة الوحشية. احنا كنساء نطالب المجتمع الدولي وحقوق الإنسان ان يقفوا بوجه هذا الظلم الذي يمارسه من قبل ميليشيات داعش، ونتمنى حل هذه المشكلة. نحن نساء خانقين نستنكر والدين الاعتداءات التي قامت بها قوات داعش بحق نسائنا وخواتنا في جلولة وفي زمار والنساء اليزيديات. نطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع في انقاذ هذه الأزمة التي تؤثر على المجتمع المدني. ناشطات في مجال المرأة أكدنا على أن ما يرتكبه عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش بحق النساء دليل واضح على الانحطاط الأخلاقي والإنساني لعناصر هذا التنظيم. تصرفات ما يسمى تنظيمات الداعش تصرفات غير إنسانية وغير أخلاقية، وهذا التنظيم يتعامل مع النساء كشيء سلعة تباع وتشترى. كون هذا التنظيم مبني على أسس لا مبدئية، فهم يريدون إرجاع النساء إلى ما قبل الإسلام. فإحنا يعني هسه حاليا إحنا في تطور حضاري، تطور اجتماعي، وفي مجال الحقوق المرأة توسعنا في هذا المجال. داعش أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والتي لا ربط لها نهائيا بالإسلام، حيث ما نسمع عن جهاد النكاح وأيضا إجبار النساء على ارتداء الملابس التي لم تعتد عليها وعدم خروجها من المنزل وتعرضها للاعتداء يوميا بالقتل وجميع الطرق التي لا ترتبط بالأخلاق،
نحن كناشطين مدنيين ندين هذه الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، وخاصة ما يؤلم كثيرا هو أكثر من 600 امرأة يزيدية لا تزال الآن كرهينة عند داعش. هذه تصرفات لا ربط لها بالأخلاق ولا بالقيم الإنسانية ولا بالإسلام. نحن نطالب المنظمات الدولية، نطالب الناشطين المدنيين في كل أرجاء العراق وكردستان أن يكون لهم موقف ضد هذه السلوكيات اللا أخلاقية. إن جرائم الذبح وقطع الرؤوس ليست الفضائح الوحيدة التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، فعلى مدى الفترة الماضية ورد سيل من التقارير المأساوية التي تفيد بأن الآلاف من النساء والفتيات اختطفن من بين أيدي عائلاتهن وتم بيعهن في أسواق النخاسة. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركواسي. في الخبر الأخير، بدأت القوات الأمنية